صباح الخير. شفت خبر على الفيسبوك شوية شباب بيرسموا رسومات على الحيطة الخرسانية اللي هي عند السفارات اللي هي في جاردن سيتي. فسبت كل حاجة، سبت كل حاجة وجريت عشان احاول الحق الكلام ده ووقفه، علشان مش معقولة السور الخرساني الجميل اللي موجود اللي بنشوفه بنحس براحة نفسية وبنحس بالجمال اللي في حياتنا، يجي شوية شباب كده يقوموا مبوظينه بشوية رسومات ملاش أي معنى. يعني يا ريت حتى كاتبين حاجات كده ذات معنى، زي مثلا رب الكون ميسنا بميسة، حاجات كده اللي هي بتخليك تحس بال. فأنا هروح دلوقتي وعلى الله ألحقهم، بس ملحقناش ملحقناش، خربوا السور، خربوه. ده حتى رسومات ما كملوهاش، يعني الشخبيط اللي شخبطوها ما كملوش شخبطهم، يعني سايبين نص البتاع فاضي. مش معقولة، مش معقولة حد يعمل كده، مش معقولة. بوظوا منظر السور الجميل، بيديك سلام نفسي لما تشوف اللون الرمادي الباعت البهجة، تحس كده براحة نفسية. لكن لما تشوف الرسومات دي، ايه الرسومات الغريبة؟ يعني شوية رسومات كده، يعني مش معقولة، يعني حتى يعني مش معقول. طب كملوا حتى شخبتكم، يعني مش فاهم انا، يعني ليه بيعملوا فينا كده؟ ليه يا شباب حلوان؟ ليه؟ يعني حتى الرسومات، حتى يعني مطلعين بره ومش مكملين الالوان. لا، حاجه فظيعه، حاجه فظيعه بصراحه. مش عارف بقى اللي ممكن نعمله ايه بصراحه. نجيب صابونه وليفه ونقعد نمسح بقى عشان نرجع الحجر الخرساني الجميل لاصله، ولا نعمل ايه يعني؟ بس بصراحه يعني انا مش عارف الناس دي بتعمل كده ليه. يعني حتى الالوان، الوان مش حلوه. يعني فين الموف؟ فين الفوشيا؟ فين الاخضر الفوسفوري؟ هم دول المجرمين اللي عملوا كده، اهي قائمه المجرمين. انا لو شفت واحد من اللي رسموا الرسومات دي هبوسه، ولا هيهمني كورونا ولا حاجه، بجد بجد. تسلم ايديكم. ومحدش بقى يسالني يقولني الفراعنه راحوا فين، اختفوا فين. الفراعنه هم اللي رسموا ده. صباح الفل.